الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله القائل لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه أجمعين. عباد الله، اتقوا الله تعالى وحذروا عقابه، واعلموا أن التسول ظاهرة قد فشى في جميع أنحاء بلادنا، وهو عمل قد نهى النبي عنه في أحاديث عدة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. وانت قلت على باتكون يه انت على برا يمي في وانت النخيمة يموسكي كلان كمي كوي كوليا ألغا وان سباتي دينة كوي وما يمي سالي ألنا موانغان أبراهيرا وما توقت من أنغا فلو ومبه أو أنغا قهو على يارا وانغا وان يتكام ميني على قان يغان كتما أسوتما كيران غي فانا وانغا قلنا كري فورا أنا غا وانغا كولو كولا ما تيفي فينا نانراتو نغمبرا ينسيني لغنى يريبرين أنو فاسم فاسم مول مولي أنو كلا ما تيفيتان ولنارا نميان ميتون يدوغن أخانا صلى الله عليه وسلم أخان ما سين وياخ وياخ كوي نما سين يندنا خلانيما مسلمين أخان في لومبا ألغا خيرا ما سين لغن أخي أنا غامي خينا غانسا من خي ما كلا ما يخانا فليرا أعرك لألك أفنغاج بيك بي سوتو كلا كينياما أنا غا كان ينا تاولي نان ما كلا في نكي كلا ما نغام تيفي سينا غام في ما ما تاولي نان نكي خاكنين أغارا غورون خاكنين أغارا بو كون أغا كولون تان أسينا غان نسوما أتاولي نان نسوما ما تننا توالا نغا ومسوات البقرة كوي لا يسألون الناس إلحافا أنا غا ألغا كوي فنجتان ne tamulura mihe makulara khrimera akhri da tek 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 foy rakine na ala ko yin fanye ka wal menage fayam baghil al muslima yata'affafa wa yasani an su'al al nas li an al mas'alata haram wa fihi madalla wa inma ubi hatta lahu li hajatin massa fa an qabisata بن مخارق الهلالي قال حملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقال أقم يا قبيسة حتى تأتينا الصدقة فآمر لك بها. ثم قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا قبيسة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة رجل فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة فشاحت ما له فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه قد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قوام من عيش. يا قبيسة فما سواهن من المسألة سحت يأكلها صاحبها. ونقول ففلا فيرا وما من سلمية أو أن يأمرنا أمن سلمية خي يتعي سقو إغاق بلين كل ما تيفي فغرا فسي كل ما تيفي
مسلم ياتن كوتوني دوغارا كيرين افيراندي يتكان خوروني نام فارا مخيبا استغما بغدي نغندرا نناتو على خيرا صلى الله عليه وسلم انا غما سنوم به كل ما تي دخما وقتي نك سايبن دنا نكلنا قبيصا قبيصا مخارق الهلال خادي كما نانا غاي انا انت نان غارانتي تونغو ميخين ديبا فندرا نكاي مو فاشتو دوني فادو سون تانغونا انا غنا كون ناس يالا غاكرا قم صلى الله عليه وسلم نا يوبا في فيرا انا غاكرا انا غامبا انا قبيس انا غاما غورماني ها سدغا ديغا فان غان لانغ يكيما كانا مرسو نتيامو نيا مارتيما يدوني نغندو شكو يكون نايغانو في دي بي انا غا قبيسا انا غا فلبي كل ما تي في مودا خاما ميخيون دي كريم بي فو في دو غسران كلا دو غسران دي كريم انا غا خمينان يا نغان سين دي غارانتي تنغوغي نفيفا في نتانج بيرا انا غا نتيامو كل ما تي في دا خاما نبي ها غا na fuli soto ayo be fi makana kere afirande ana mi genara kasara gbegbe na soto ga kana fuli fekwi kasara gbegbe ana fuli nan kasara ge ga ge nan barabara kalmara ga kursi se sari mirane nabin nalang kana ana gana temi afa dogo sese mai ana kula mati fe da ga kana be ها غنوا عقابلو كسبي شتودي انا غنوارا ميكنايكي فغاري ابر دسونا غن كنا فغاري ابر دسونا غن ها ميغ قوري سغن غنوا فالدي تاكو ايه انا وتان شاندا فغاري ابر غبارا دي ها انا غنبا نتيما دخانا فامبي اككتا غسي ميغ خوي خامالي ها غنوا عقابلو شتودي انا قبيسا النبي نانكوي انا بافير نمي غندو غسخان يرا ميخيو ميخي باتا كولي ماتي اشي شي ستو سحتون يا كولوها احرام نندوم في يا كولوها صاحبو بافير نمي غندو غسخان يرا وياتي المتصويل يوم القيامة معيبا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزغة لحم انا غا كل ما تيفا من الجامع لغة ديفو ساقاما كل ما تيفا من الجامع لغة ديفو ساقاما سابرنا ميوم أنا غمسن صلى الله عليه وسلم أنا غا كل مباما ود كرم فورا ها أكاين سفا الجامع لغة ألي سبي يومنا آياتي سبي يوم لغة آياتي أيا خوري آياتي خوري نمفنا كيني مكوري نفتانك مسيرا كل ما تيفا فهذا تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم من يسأل الناس أموالهم من غير حاجة ماسة وقد حدد بالافتقار في الدنيا فقال ما فتح رجل باب مسألة يريد بها كثرة إلا زاده الله عز وجل بها قلة نبي ميمان صلى الله عليه وسلم أنا غا يحدثك اللهم كما مسين alko na kha khema mi kha rek bilen kula matife fora anaga mi kha mo na den dera bima kula matina de ana plan ye raba alko tangana fur begbe sut na kula mati sabura fala ta lan de sa fama huru nyukum a plan bo ma kan ganu mi kha be ra su gaira anta lan de sa ma fama kasara hum malikana no ka huru ibadallah laqad tabayyana min khilal ma sabaq أن حكم التسول وسؤال الناس أموالهم بغير حاجة ماسة ظاهرة قبيحة تسيء إلى سمعة الفرد والمجتمع لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لمسلم أن يذل نفسه ودعنا كريني كل ما تي ويا في ومبرع كرو ففلا فيرا فويا كيوكي كنا في نارا وما مسلمات تنتوني دوغارا مخيمة هاي خورق من أنا خمبي فين يا خنا لانغاما
فنارا نغم مغبوندي قلي كنما انا يمان نغم فانكو نا يمان فانكري كنا نناتو الله من وان قفير في يكولا ما تيفيما نناتو نميم نغم عشان صلى الله عليه وسلم انا غامو دغاما مؤمن يوبي أخاية كان خورو أمود خام مؤمني بأخاية كان خورو فبهذا العمل يفقد الإنسان كرامته في الدنيا وقد تكون جريمة خاصة المساجد يوم الجمعة والخطيب على المنبر فالمساجد بنيت للعبادة وذكر الله وقراءة القرآن الكريم فالواجب على الجميع احترام بيوت الله من كل ما يدنسها فهي ليست أماكن لكسب الأموال ولا لجمع حطام الدنيا فهذه لا تصلح مكانا للتسول والمسألة ناكل ما تيفي نفعتون ياخي بالبلن دينا وما يامي يكوي يملو غاي ما مخطب خرما نغيف الما في سبيل الله في سبيل الله في سبيل الله اي كل ما كل ما في سبيل الله ما خلف يامي ننكليرا نعم دغاما نغيف انفاما في سبيل الله كلما تيه نغيف انفاما امو لما ايتان قطب اخرما ايتان قانيه دانقو نمو لما غير كينا وقتي قطب اخرما تيه منك امو لما اتوارو كيوكي ايتان قبو مونا كيفيرا نو نفهم دغاما ونقا كلوم يالا غا بانقية تيغني غافين نبات بانقية غافين دالا خلفالة ديرا القرآن خرندي مخي كواندي دي لانك نانا ما ومبنا لانك نبيني وانك يامي نبيني دوك يامي دا وانك فيبين مكو يامي دا نقام مفين ديخي نقام فاما وانك لي كانا دي وانك فين ما وانساب دا وانيما يامي يخلق كانا وانك كتا وانك نانا دي بلا ناناتو نميومي نقا ومبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم من يبيع أو يبدع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك وإذا رأيتم من ينشد فيه الضالة فقولوا لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبلى لهذا نناتو نميم محمد بن صلى الله عليه أنا غوم بين أنا غوانا مغيتو نغم سيمتي ما يامي يكوي أيا سيمتي في يامي يكوي وافلا به إن غا ألا نخبرك سيغا يلايا ألا نخبرك سيغا يلايا ألا ما خيغا يلايا تنجني سر أنا غوانا مغفنتو نخان سيلو أخي فما كل كلمة تما يامي يكوي وافلا وانا غا ألا نخا خيغا يسيتونتو يو كونا نميني فوان غانا تقرى باكل سيلا غان لو يامي يكوي نتان غافي فلما يامي ننكوي نغان لو يامي يكوي مولي غاسا بي بارلو انداتوغي مولي غاسا انكري بارلو انداتوغي نفر ما ياميكو كونا سيدا غانسا لوغا كارتيكوي مغيمسا ننانتون قوما ميني غافا بومبونا كلا كلا ما تفيرا ياميكوي ونغانا كيتي يقولون نكي يا ربي يا إلهي ألغوهم فيني مغيرا نغي دينا سبت ما كان ياما نغي فيني مثل مخوري لا ألغوه اللوني ياما أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم ولو كل من كل ذنب فاستغفر إنه الغفور الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين فرير سير الإسلام كرني الله استشهد que notre religion est un tout qui n'accepte pas la division Allah dit dans le Saint Coran chapitre la vache verset 208 oh les croyants entrez en plein en l'islam et ne suivez point les pas de Satan car il est certes pour vous un ennemi déclaré fin de citation de même
Il est recommandé de croire au Saint-Coran tout entier, sans porter notre choix à une partie et abandonner d'autres selon nos voeux. Ça, c'est catégoriquement interdit. Allah dit dans le Saint-Coran, chapitre lavage, verset 85, « Craignez, croyez-vous donc à une partie du livre et rejetez-vous le reste. Ceux d'entre vous qui agissent de la sorte ne méritent que l'ignominie dans cette vie. Et au jour de la résurrection, ils seront refoulés au plus dur châtiment. » Fin de citation. Frères et sœurs en islam, sachez que notre Saint-Coran comporte beaucoup de versets abrogés par d'autres. Ça, c'est une vérité concrète, malgré que ça soit dit par quelqu'un que vous n'avez pas confiance. Allah dit dans le Saint-Coran, chapitre lavage, verset 106, « Ma nansakh min ayatin aw nunsiha nati bi khairin minha. » Si nous abrogeons un verset quelconque ou que nous te fassions oublier, nous en apporterons un meilleur ou un semblable. Fin de citation. Ceci étant une vérité, mais il n'y a pas de grands péchés qui ont été abrogés dans notre religion et qui ne sont jamais acceptés par tous les grands hommes du monde. On peut citer entre autres le mensonge, la trahison, l'injustice, le non-accomplissement de l'engagement, être porteur de deux visages, etc., etc. Qu'Allah fasse de nous des vrais croyants et non des hypocrites qui méritent des châtiments les plus douloureux. Watanga kere mislimi, wanga kolon, fa fala fera, wama mislimi adine, segundi kere nara, segundi kere amu itakuma. Imuso me seti kama, iseti bore na tande, namara, segundi kere nara. Allah tene wamba alquran kabiku, ana udhulu fi silmi kafatan. Ana watanga reba donga ni akoso mislimi akerembe nana, wabiri nangaso. Wana maso wosati ma, wosati mislimi, wosati kafiri, wana manaraba. Na, al-Qur'an nankungu mbeneki. Wama nga kulung, ya al-Qur'anul Karimu, nakana wanyira iki, alangene, wankada nganiya abiri na langene ama. Wamunde katunguma al-Qur'ana kui, wanda wakata nake kong, wanado nkai labulu, adedi. Fo wanka abiri nantungu. Wamfano arabade, wamuno abiri nabade, mefo nkada ngani abiri nama, wamula mkhe, wanka amayikiti. Imatuona suratu al-Baqara kui. Afatu minuna biba'adhi al-kitabi, watakfuruna biba'adhi. Iyo anaka yala watanda ngani amane, al-Qur'an kitabu yirendema, wakafiri adonkema, wanerabolo, anaka mikhiyo mikhi, naka mwaliki langanama, anaka yaki kote nandoko na kumayudunia be aljama loko ala mansikama yakankati ya khoro kwa edo kode na kanye na yara watangala kerenye mislimi wangakolo wama ya al-Qur'ana na kanyiki al-Qur'ana al-Karima na kanyiki hadithi maradi me al-Qur'ana yete aye uyake nana neke fake e aye bete fitang nanma abroje ya aya numara fala naka wair baiki aya kbete fufa naka mbira ana fitang ana kiti ibana ali makwari sebeki kuna kiti mula wali makwari nakbekbe nana al-Qur'ana kui natang nondi nana rara hali mikifa falaki wamula mikina kanna kwa natang nana kine anu inaka wakari ya sidukul kazubu inaka ule falefa akukweka nondi ndefala mene lukonde natang nana kine naso
na wanye kuya kwa sine kwa mkuya nande na langi ma sungwari ya singere sungwari bakitide hakuwa iso hakuye ma mikimu di meka ginera na sungwari kakiti singere neki nongoye nefa ala naka nabai anaka mba toda ngekambi hasoke baritula haa fanjiri sika mbulade anaka mba rito njiba o halala doko ginera ufe o hai feka so otaki nanyo kwenye uya uya nande na lambere fema bere fe wakati ndotali bere fe aya nkan singe gura misefala anaka innamal khamru wal maisir anaka bere nun kanda anaka senan langema munafanyi de khafe anaka yunbi fanna kui anaka na yunbi nangu na haya singe nangu haya firinde atobu ha me kaina so a enaka a ha yunbi nangu ka munafanyi be ka kalbe nan kana nake ne ko mako yira atofa yirende li lokande mi ngande daga bere mi enaka siga salde enaka lo qur'ana aye bin yefu alla naga la ta qrabu salata wa antum sukara hatta ta'lam ma taqul ana wona mo makore salira wona si jigta mi naga hawo ka ko lo fama mi se fande na donc nan naga ko yeba salfa na fama ko mo bere mi ma ka salfa na fande ngi an la gasara fam fafi ka amin na lu lu ma hala gasara donc fayda bere mi fe yanyira na fe da ga makbile ha ana ga salu sakafu kamira ana ga ba a kan isla di mato go bene ga suba a kun bara mabar mi ga to dar dan don ga ra kore an ko an ga fa aya ga ta rafa na kan ton yi do go bere ga fe rafa mara to aya is kama e boro fitanna na kine na kan go do don ga rafa won wal manana na kan singe go rafa ko mol manara enan ma abroje natan na fanna na kine alquran kuyi halim rifa fala wa munda umula na ganna kono non dinan nanara kono wala mo ngar kan kulu fa fala fera fa fala fera yese na reta mfindi junu mi belbelera le grand le péché majeur natan sese mun fitanga alquran kuyi natan goro kana ke nata mubagaide neta ne yire verse yomune bagaya luwa yofamune bagay masala wonna tongo yakosi alo nanande la wule fala fema wule fala fe alqur'ana ayo yoma fala wombe wonte pele ku pele kuma awule daga ka parce que seje muna bagay nagoro kene gana nakine nande nan lankay trahison mi ga yam fa fe mi ga yam fa fe e yo kan ni ma be ne isa na be bi e yo kan ni ma be ta sa na me ni wi non na fa mu ba kha na fa na na ki ne har ga ma no kho to ni do gara na na de la mi ga to ni ga fe ma to ya ge khoro to ni do gara to ni do gara ti na fa to ni go do gara amu na me ga mi ga to ye amu la ma i ga sa mi ga to ni ga ki de ra na ga na mi ga to ni ga fe amu la ma ga se de ra kami ri van to na mi ri to nge ga fere be i khaba ma kami na raba o bir na na yuni mi ku imam e wala tar kanu illa alladhina zalamu fatamassakum an nar ana wona ma mi la mi khema de ne ga to nge ga ba fi ha wona raba wonu fanu nge har ma tenan ga ma ba tere de na nan de lang da hidra kamal taryama mi khilu ab akha khu akha 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 akhu bay ndana ni fala ko ko muna fala to no nan xeyna ki yunu belbele nan xeyna ki ne ta mu ba xey misil mi ata nkuy nan de lank mi ngi fini fe ya ta ko firin kay ina siga ye bore ko ya ta ko inde nara ina kelme ya ta ko ta nan sare bore ko palam palam ne tan senan lank ne ma ne xey toñi do ko da e mu masaramato e mu masaramatina wonala ma kan ni mene ala ko fini misil mu ko re nan na wanga fi ndanga ni ami ko khore da ne kay genya matina wanna ma fi ni munafa gi dade parce que munafa gi tan aljama no katan kan yan ngata go ne na to na on ku da min ma wo ma die ma wo mbare ye ne kay na politique kui anu ne kay na sey bata kui e na ma lu alquran aya fi ndere ga bere sera parce que tanya te bara fala que la politique n'est pas une religion et si la politique n'est pas une religion pourquoi vous empruntez les versets coraniques e wona fala alqur'ana a politika a adina mara bon dina mara kon wona kelfa wa hayna bila wonsa mu alqur'ana ayatun gura
ekolo namulama de namulama woyi banara kawona oka politique woli oka politique kawona oka commerce wona oka commerce kono nganta mfan muslim ya goma kiti oka politique kuy goma kiti oka commerce ka goma kiti oka menga yakui nana ntamfan onne na ya kharama onne gema be kole ya yami belbele ranki wona lama khandi mene wonta nuye won ba be ne re singetu ngiti be al gariya na fiema ne re kafune ma alo al hajmu malamin kamara mu ga kunti ke belbele na kanu na be ram fi ni grand imam ra kona kri apres l'independance ha 1984 ayami ti matem na mosquée faisal nana nuna kona kri premier imam ra al gaya fama ne re famine mi daga fokora ha won fana den na do al gaya fa birin ma na khel tayira wal gwombe ko abiri miliyar miliyar yeri shoku yi wamadi fanye yira wonal makani menena na afuli al gbaraka sai alna mai gana afuli kasara alna mai ni misamuku gafa ah na kolonu mum ko abiri so mayami gafenu alim barante ma barado ko sheba ngi yira fa na ni misa alna ma na e gani misa abada e ga ko abiri mai na ganna shoku yi alga en yogonye wuya wo mafere kan ye yama alga en yogonye wuya wo mafonike yama ya rabbi ya ilahi wanna wati na kai yi transition alga ska wo be heri alga bara heri wo mamenge sese famma wo be na kan famma yamane diebe alga ma tin ganna kira ko ka sese mu famma wo be alga ba na kira ko ma wa alamu ya ibadallah ان الله امركم بامر مدافي بنفسه وصنا بالملائكه وسلس بكم ايها المؤمنون فقال عز من قائل ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم فصل وسلم على رسولنا المشفى وعلى اله الطهار وصحابته الخيار وخصوصا على اجلهم قدرا وارفع ذكرى ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن جميع اله الطيبين الطاهرين والصحابه اجمعين وعنا معهم بعفوك وكرمك واحسانك يا ارحم الراحمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين اللهم انصر اخواننا المضطهدين في فلسطين وفي غزه وفي لبنان اللهم خلصهم من براثن السهاينة الظالمين يا ارحم الراحمين اللهم ولي امورنا خيارنا ولا توليها شرارنا اللهم وفق رئيسنا للعمل بما فيه خير البلاد والعباد يا ارحم الراحمين اللهم ادفع عن بلادنا لجنه الوباء والربا والزنا وسائر المحن من الديدان والضفادع والفيضانات عن بلادنا لجنه خاصه وعن سائر بلاد المسلمين عامه يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين اقم الصلاه